اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن كان عندك ما عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها ضاج عصفوة ما بلت الأكباد من جاريها، ببكائها حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها بفراق إخوتها وفرق بنيها، اتناد عنكم يا فاضل تركوا وخذوني عنكم يا فاضل
صلاة الفجر يعني طلع على الصبح
هو مخلص. فهذا تحول وظيفته من الغسل إلى ماذا؟ إلى التيمم. يجب على أن يتيمم وينتظر دخول وقت صلاة الصبح. يتيمم وينتظر دخول وقت صلاة الصبح. هذا من ضمن المسائل. كذلك من ضمن المسائل التي تذكر في هذا المجال، من أجنب في النهار طبعاً عن غير عمد، زي هذا لا يضر، نائم كان مثلاً أو ما شاء. وكذلك ذكرنا أن الناس لا يشمله هذا الحال، فالنائم لو أجنب وهو نائم كان لا يضر ذلك في صحة صيامه. هذا طبعاً الحكم مرتبط بشهر رمضان وقضاء شهر رمضان. أما الصيام المستحب لا يضر فيما لو دخل عليه الفجر وهو مجنب. كذلك من الأمور المرتبطة قضية الحيض والنفاس. فمن انتهت من عادتها ومن حيضها أو من نفاسها لا بد أن تغتسل، يعني قبل أن يطلع عليها الفجر أو يؤذن أذان الفجر، بحيث يدخل عليها وقت صلاة الصبح وهي على قوس. زين، هذا من ضمن المسائل المهمة المرتبطة بأحكام الصيام. موضوعنا هذه الليلة أيضا في جوانب من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما لعلي بن ابي طالب من علاقة في حياتنا اليومية، وهي مسألة الشهادة لعلي بن ابي طالب بالولاية في الأذان. ماذا يقول علماء الشيعة وماذا يقول علماء المسلمون حول قضية الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية في الأذان؟ مقدمة لهذا التساؤل عندنا مسألة، من فرق بين تشريع الأذان بين السنة والشيعة؟ السنة عندهم أن قضية الأذان هذه كانت مقترحة على رسول الله، يعني مو من صلب التشريع، لا. يقولون هم بحسب رواياتهم أن أكو واحد يعني كان بداية التشريع لما انتقل الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة وبنى المسجد، كان إذا دخل وقت الصلاة بحسب رواياتهم كانوا يأخذون الأخشاب ويضربونها إعلانا لوقت الصلاة. تشوف بعض المؤلفات تذكر أنهم قالوا يا رسول الله سنعمل كما يعمل النصارى أو كما يعمل اليهود، ناخذ لنا بوق أو جرس لنعلن دخول وقت الصلاة. هكذا كانت قبل التشريع. في ذلك اليوم طبعا يتدخل على الخط المنقذ عندهم عمر بن الخطاب. يتدخل على الخط، يقول الرواية ذيك اليوم حلم حلمة. هو عمر حلم حلمة وشاف رجل عليه أخضر وكذا، وقال قل لهم إذا دخل وقت الصلاة أن يقولوا الله أكبر الله أكبر، الأذان شكرنا محمد رسول الله. زين، إلى آخر الأذان. فلما انتبه من النوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقص على رسول الله رؤيته، قال يا رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا. فاستحسن النبي هذه الفكرة، وأمر أن يؤذن إلى الصلاة. قال يا بلال اذهب ويا عمر خلنا يعلم الأذان، وبدأ الأذان بهذه الطريقة. السبعهم يروى أيضا إنه عمر اسم عبد الله بن ثعلبة الأنصاري. إن اختلفت الروايات عندنا ملاحظة على هذه الروايات، ملاحظة
الإسلام لا يكون قاصراً، يعني الله شرع عليه أن يكون صغيراً وكبيراً في العقيدة في هالدين. ما ظل شيء في الصلاة، في المستحبات، في الواجبات، إلا وشرعه الله سبحانه وتعالى. فما بالك يعني بأمر لا علاقة بالصلاة التي هي عموم الدين. الله شرع عليك حتى تقليل الأظافر أعطاك حكمة، حتى كنس البيت أعطاك حكمة، حتى دخول أجلكم الله الحمام أعطاك حكمة. إلا قضية الأذان عجز النبي، لكن تبين أن المسألة فيها محاولة لإظهار شخصية عمر بن الخطاب. وهذه مو أول مرة، يعني كذا مرة حاولوا يظهرون أن شخصية عمر هي اللي تقترح على الرسول. حتى في بعض الروايات أن عمر هو الذي اقترح على النبي أن يحجم نساءه لهي الدرجة، واقترح أحكام معينة على الرسول، فنزل الوحي مطابق لكلام الله. مو لهالدرجة الإنسان يعني ما عنده عقل، والإسلام قاصر ينتظر تشريع من عمر بن الخطاب. إذا هذه الروايات كلها يضرب بها أرض الجدار. في مدرسة أهل البيت عليهم السلام رواية موجودة في كتاب الكافي للشيخ الحليمي عن قضية تشريع الأذان، وتشير هذه الرواية إلى أن بداية تشريع الأذان كانت في زمن طبع النبي صلى الله عليه وآله في بداية الدعوة وفي بداية التشريع تشريع الصلاة، وأنها تمت في يوم المعراج أو في ليلة المعراج. شلون في ليلة المعراج؟ في ليلة المعراج تقول الرواية صعد الرسول فرأى ملكوت السماوات والأرض. يعني قضية المعراج لا بد أن نؤمن بها من الأمور التي تدخل في عقيدتنا، وهي أن الله عز وجل أراد أن يري النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، يريه ملكوت السماوات والأرض، يريه الجنة، يريه النار، كيف أهل الجنة يتنعمون، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وكيف أن أهل النار يتعذبون في النار. هي الأمور إحنا نسمع عنها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله رآها بعينه، رآها بعينه، رأى الجنة ورأى النار وكذا. فلما أن دخل وقت الصلاة أمر الله نبيه وأمر جبرائيل أن يؤذن، فأذن جبرائيل ووقف النبي وصلى بالأنبياء والملائكة والمرسلين. فكان هذه بداية تشريع الأذان لما أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله، نقل هذا التشريع إلى المسلمين. فقضية الأذان هي وحي إلهي. إذا نتخلص إلى هذه النتيجة، أن الأذان في مدرسة أهل السنة تعتبر رؤيا رآها بعض الصحابة، وأن الأذان في مدرسة أهل البيت عليهم السلام تعتبر أمر توقيفي تشريعي ووحي من الله جل وعلا. أيضا النقطة الثانية، أنه ثبت في تاريخ المسلمين أن هناك بعض الأمور في الأذان حذفت، وبعض الأمور أدخلت على الأذان. بعض الأمور حذفت وبعض الأمور أدخلت. مثلا لما نقرأ في كتاب المعجم الكبير للطبراني أنه كان الأذان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت هذه العبارة حي على خير العمل، هذه العبارة موجودة. وفي كتاب المصنف إلى عبد الرزاق الصنعاني وهو أحد أكابر علماء الحديث عندهم بسند صحيح
أنه كان علي بن الحسين وكان علي بن أبي طالب يأتون بها في صلاتهم، يعني كانت موجودة في زمن أمير المؤمنين، بل حتى في غير زمن علي، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك حذفت قضية الحادث. البعض يقول انتم متعصبين الشيعة لما تركوا، وتقولون ان الحدث وبدل الدين وغير. هناك رواية في صحيح البخاري، يا ريت كل انسان مسلم سني يتأمل فيها، ان انس بن مالك كان يقول انه ما بقي شيء كنا تعلمناه في زمن رسول الله الا وقد بدل وغير. حتى هذه الصلاة، تأمل بهذه الكلمة، هذا صحابي بقول ان الصلاة بدلت وغيرت، فعلا معالم الوضوء تغيرت. قضية الصلاة بدلوا وغيروا فيها امور كثيرة، وأدخلوا فيها أمور كثيرة، ومن ضمن هذه الأمور قضية حي على خير العمل، فإنها قد أزيلت وتمت إزالتها في زمن عمر بن الخطاب. أيضا من ناحية ثانية، من ضمن الأمور التي أضيفت من استحسانات الخليفة الثاني، قضية الصلاة خير من النوم. هذه الرواية موجودة عليها في كتاب المصنف إلى ابن أبي شيبة، وأيضا بسند صحيح وفي معجم الطبراني، يذكر أنه في زمن عمر بن الخطاب جاء المؤذن ليؤذن لصلاة الفجر، فدخل إلى دار عمر وكان عمر نائم، فقال له يا أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين الصلاة خير من النوم. هذا يعرف، التفت إلى هذا، قال هو خوش كلمة هذه، الصلاة خير من النوم، خلنا ندخلها ضمن الأذان. وصارت ودخلت ضمن الأذان. من ضمن الأمور اللي أدخلت، يعني سبحان الله، احنا يعني نؤكد على كلمة مالك أو أنس بن مالك لما قال حتى الصلاة بدلت وغيرت. في بعض المواقف في تاريخ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أنه دخل عليه، هذه رواية شيعية ما جبتها في مصادر السنة لكن موجودة عنه في مصادرها، أنه في زمن خلافته دخل عليه بعض السفراء أو بعض المهمين من ناحية بلاد الفرس. واحد منهم دخل عليه، فأول ما دخل وضع يديه على صدره بهذه الطريقة اللي هم يسوونها في الصلاة. هذه احنا عندنا في اللغة اسمها تكفير. التكفير هو وضع اليدين على بعضهما في الصدر. هذا التكفير كان موجود لغة يسمونه تكفير، هاي كان موجود، ولكن عند الحكام، حكام الفرس السابقين، زين، كانوا إذا دخلوا على ملوكهم يسووا هاي الطريقة احتراما. وحتى البحرين كانت تحكمها الدولة الفارسية. هم الآن يعني أنت لما تشوف تاريخ البحرين، في كثير من الأمور ما لها علاقة إلا بالحضارة الفارسية، حضارة كبيرة هي، دولة مو صغيرة دولة الفرس. وهم يتهموننا دائماً أن احنا صفويين ونحن كذا، لكن عموماً هذا شيء تاريخي. الدولة الساسانية حكمت هذا الخليج كله، حكمت قطر، حكمت عمان، حكمت الآن هاي البلدان أطراف السعودية الآن، هذه كلها كانت تحت حكم الدولة الساسانية قبل الإسلام. حتى العمر
دولار وكانت عملة فارسية. الآن كلمة درهم ما لها أصل في لغة العرب، درهم كلمة فارسية، لكن كانت الحضارة الفارسية يعني شائعة في هذه الدولة. لباس وعادات أثرت لأن الحضارة واسعة. البحرين مثلا زين دخلتها هذه الحضارة الفارسية، حتى مسميات القرى الآن لما تشوف بعض القرى أسماءها أسماء فارسية، شاخورة مثلا، زين كرارة، بابا، هاي الأسامي ما لها معاني في اللغة العربية، ما لها معنى، لو تبحث ما راح تحصل لها على معنى، لكن تشوف لها معاني في اللغة الفارسية، ومو اللغة الفارسية الموجودة الآن، اللغة الفارسية القديمة، اللغة البهلوية يسموها. هذه اللغة موجودة فيها هذه المسميات. الآن لما نبشوا بعض الأماكن في البحرين شافوا تماثيل أصنام، وهي الأصنام طريقة كل واحد من دول الأصنام وضع يديه بهذه الطريقة، يقول لكم يا أخواني رسول الآلهة من باب الاحترام سووا هذه الطريقة. فهذا عمر استحسن الفكرة، قال لهم ليش أنتم تسووا هكذا؟ تضعون يد على يد، قالوا هذا احتراما للملوك واحتراما للآلهة واحتراما للرجال الدين، سووا هاي الطريقة. قال زين، يعني احنا اولى ان ندخلها بالصلاة ونجعلها احتراما لله. وفعلا ادخلت الى الصلاة، والى يومك اذا رفعوا الى الصلاة يضع يد على يد. زين لابد أن ننظر إليها بعين الدراسة والتحقيق. أنت الآن في زمن يتهمونك إن أنت وشك، وإن أنت سويت بدع، وإن أنت سويت ضلالات، وإن هاي المآكل اللي يسوونها كلها بدع وضلالات. أنت عم تشوف دينك أنت أول. لا ترمي، إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي بيوت الآخرين بالحجارة. فغيركم يتكلم عن البدع، يتكلم عن الضلالات. عموما في الصلاة أيضا أضاف عمر قضية الصلاة خير من النوم. امشي إلى هذه الشهادة لأمير المؤمنين سلام الله. الشيعة طبعا الأذان الموجود عند الشيعة هو الأذان اللي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وحافظ عليه الأئمة عليهم السلام أن يقول الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر على مرتين مرتين، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما عندهم مرة واحدة يختلف وياهم، وفي الأخير مرتين لا إله إلا الله. هذا الأذان اللي كان موجود في زمن رسول الله. الآن الشيعة عندهم الشهادة لعلي بالولاية ضمن الأذان. هل هي أصل من أصول الأذان؟ يقولون العلماء لا. الشهادة لعلي بن أبي طالب أصل من أصول الإيمان. أصل من أصول الإيمان مو قضية الأذان، لأن الشيء أكبر من الأذان، ولكن هناك من أدخلها من علمائنا وكذلك بعض الروايات عنها أنها من أصول الأذان. هناك من الفقهاء عند الشهادة العلي بالولاية واجبة، مثل السيد محسن العلي محسن الحكيم، وكذلك من هؤلاء العلماء مؤخرا فقيه البحرين الله يفرج عنه ان شاء الله الشيخ محمد سلم حفظه الله، عند ايضا الشهاده لعلي بالولايه واجبه في الاذان. ما هو دليل الوجوب؟ استدلوا على الوجوب بعده امور. الامر الاول قال لك ان الشهاده لله
وللنبي للنبوة في أكثر الروايات كانت مقترنا ومقترنا بالشهادة لعلي بالولاية. كل ما عنده رواية يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دائما تقرن معها الشهادة لأمير المؤمنين بالولاية، وبالتالي أدخلت ضمن الأدب. هذا أمر. الأمر الثاني أن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه هي من الأمور الواضحة، مو قضية ابتكروها الشيعة. يعني في ذاك اليوم اللي وقف النبي أمام الملأ ومسك بضبع علي بن أبي طالب وقال ألا إن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، كأنما سبحان الله يعني كأنما يشير الرسول إلى أن الدنيا كل الدنيا ستدور على هذا المحور وهو ولاية أمير المؤمنين. يعني بعد ما الطرف الثالث إلا أن تكون مع علي أو تكون بعيد عن علي، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، اللهم اجعلنا من شيعته وأنصاره ولا تفرق بيننا أبدا يا رب العالمين. إذا هناك أيضا يذكر السيد عبد الرزاق المقرن في كتابه الشهادة الثالثة، يقول هناك من روى من علماء الشيعة روى روايتين عن أبي ذر وعن عمار، رواية عن أبي ذر أنه بعد المدير كان أبو ذر يؤذن بحضور رسول الله وذكر الشهادة لعلي بالولاية فما قال عنه رسول الله شيئا، رسول سكت. هذا رواية موجودة. رواية ثالثة أيضا عمار بن ياسر بعد الانتهاء من قضية الغدير وقف مؤذنا وأخذ يؤذن وقال أشهد أن عليا أمير المؤمنين، والرسول صلى الله عليه وآله سكت ولم يبدع اعتراض. إذا هناك أدلة يذكرها العلماء، أضف إلى ذلك أن الشهادة لعلي بالولاية أصبحت شعار من شعارات شيعة أهل البيت عليهم السلام. الآن أصبحت فعلا شعار مثل الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو انت مثلا الان تلصقها على سيارتك تكتبها قالوا هذا الشيء، بتحطها مثلا قبل سنه سنتين بالمحرك حطوا هذا اللهم صل على محمد وال محمد، قالوا الشيعة يريدون ينشرون ثقافتهم. يا اخي اي ثقافتهم؟ هذه ثقافه الدين، ثقافه النبوه، ثقافه الولايه. الله عز وجل علم النبي ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال ان تقولوا اللهم صل على محمد وال محمد. لأهل البيت أن يعلي ذكرهم هذا الشيء إرادة إلهية، احنا نحاججهم ونخاصمهم، نقول لهم والله اللهم صل على محمد وآل محمد، ما ذكرت لا أصحابه ولا ذكرت أزواجه بس محمد وآل محمد. وهذه هي الرواية والأحاديث الموجودة في البخاري وغير البخاري يقول محمد وآل محمد. السعلماء هم من يطلعون على فضائية أو يوم الجمعة في الحرم أو في خطب الجمعة كلهم
دون أهل السنة، إذا دون أهل السنة فعلاً طبق السنة، قل اللهم صل على محمد وآل. ليش ما تقدر تقولها؟ ليش ما تتحمل كلمة آل محمد؟ وإذا قالها قال وأصحابه، إذا من جاي أصحابه؟ عندك دليل؟ عندك آية يقول أصحابه؟ عندك حديث يقول أصحابه؟ لا موجود. لذلك يعني من الأمور اللي تركز عقيدتنا بأهل البيت هي هذه الشعارات التي اقترنت بالوجود وبالكيان الشيعي. لذلك كلمة يا علي والتوسل بيا علي، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أصبحت شيء ممتزج بحياتنا اليومية، مو فقط بالأذان، مو فقط في قضية الصلاة، في كل مقام وفي كل مكان، في قيام وفي قعود نقول يا علي. لذلك خيال بعض الشعراء في واقعة كربلاء، أصور لك هاي الموقف، وهذه أيام تجارة وأيام تواصل مع أهل البيت عليهم السلام وأيام محبة وولاء لأمير المؤمنين وللحسين صلوات الله وسلامه عليه. كأن بزينب سلام الله عليها أخذت تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي، أخذت تخاطب أمير المؤمنين عليه السلام، وهو اللي تخون بالشدائد، أنت حمال المشاكل يا علي، والليل قد أقبل، والخيام محترقة، والحمى وقالت تنتخي والدها أمير المؤمنين، تقول وإذا
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلف للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم ومن أرادنا بسوء فارد، اللهم ومن أرادنا بسوء فارد، اللهم ومن أرادنا بسوء فارد، ومن كادنا فكد وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا ومعتقلينا ومحكومينا واشف مرضانا. اللهم ومن له حاجة في هذا المجلس اللهم اقضِ حاجته يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه